المدرسة الشرعية في مدينة عزاز مستمرة في التعليم شمال حلب من أصل أكثر من 30 مدرسة شرعية بحلب وريفها، وذلك منذ تأسيسها قبل 25 عاما رغم تعرضها للقصف والنهب ما أجبرها على التوقف عن استقبال الطلاب لثلاث سنوات قبل أن تعاود النشاط التدريسي في عام 2014. تستقبل المدرسة الطلاب من الصف الأول الإعدادي حتى الثالث الثانوي، لكن نحن بدأنا بمشروع التأسيس الآن عندنا الصف الأول الإعدادي والثاني الإعدادي والثالث الإعدادي والأول الثانوي بالقسمين للبنين والبنات. المنهاج الذي درس في هذه الثانوية الشرعية من المنهج الشرعي هو المنهاج الذي اعتمده المجلس الإسلامي السوري منهاج الثانويات الشرعية. يتلقى الطلاب من الصف الأول الإعدادي حتى الصف الأول الثانوي من البنين والبنات الدروس بالعلوم الشرعية والكونية وفق المنهاج الشرعي الذي اعتمده المجلس الإسلامي السوري والمنهاج الكوني الذي تعتمده وزارة التربية التابعة للحكومة السورية المؤقتة، ويفضلها الأهالي على المدارس الأخرى لأسباب عدة. واخترنا الثانوية الشرعية لأنه يعني هي المدرسة الشرعية تصلح لنا أخلاقنا يعني وتصلح لنا ديننا وأمور ديننا، أما الباقي المدارس يعني فيوجد فيها قلة بالنسبة للأمور الدين وإن لم توجد. نعم، الثانوية الشرعية يوجد فيها نتعلم فيها المواد الدينية من فقه وعقيدة وأخلاق. ويضم بناء المدرسة غرف للإدارة والتوجيه وأمانة السر والديوان والمحاسبة و15 قاعة تدريسية في الطابق السفلي، فيما تقع المهاجع وغرف التوجيه الليلي في الطابق العلوي والمسجد في الطابق الثاني إلى جانب مطعم ومستودع في الطابق الأرضي، في حين تعرضت مكتبتها الضخمة للنهب على يد تنظيم الدولة. مع بداية افتتاحها كانت هذه المدرسة قد تعرضت للنهب والسلم من تنظيم داعش، حيث قامت بسرقة المكتبة الضخمة التي كانت تتميز على مستوى القطر ويبلغ قيمتها آنذاك بعام 2011 حوالي 50 مليون ليرة سوري، وكذلك تم سلب وسرقة الأساس من أجهزة كمبيوتر وأسرة ومواد تموينية وكل ما يفيد ويدعم العملية التعليمية. وبلغ عدد الكتب في مكتبة المدرسة عام 2008 ما يقارب 4700 عنوان، كما كانت تحوي مكتبة إلكترونية تضم مئات الأقراص الليزرية وتشتمل على دروس صوتية وبرامج تعليمية ومحاضرات وخطب وأناشيد دينية.